بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم طلابي الأعزاء في هذه المحاضرة الطيبة من مساق مبادئ المحاسبة واحد. أهلا وسهلا بكم جميعا وحياكم الله جميعا. إحنا اليوم إن شاء الله حنكون معكم في الفصل الرابع واللي بتحدث عن الدفاتر المحاسبية. يمكن في المحاضرة السابقة شفنا مع بعض كيف إحنا بنحلل العمليات المالية، كيف بنسجل، وكان السؤال دائما احنا استاذ وين حنسجل العمليات الماليه؟ يعني اكيد هذا السؤال كان يتبادر الى ذهن كل طالب منكم انه يا استاذ طب احنا يعني عفوا وين حنسجل العمليه الماليه؟ تمام؟ احنا قلنا ان العمليه الماليه مصدرها وبياناتها بتكون محموله على مستند. هذا المستند بعد ما نحلل هذه العمليه ونستقي البيانات من المستند بدنا نسجل. بعد ما نعرف المدين قدامنا نسجل، نقول من حساب الصندوق لحساب رأس المال مثلا، تمام، من حساب الصندوق لحساب المبيعات، من حساب الرواتب لحساب الصندوق، تمام. طيب استاذ هذا القيد وين بدنا نسجله؟ سؤال مهم. الان احنا يا شباب بنسجل العمليات الماليه وفق نظام القيد المزدوج. بعيد مره ثانيه، احنا بنسجل العمليات الماليه وفق نظام القيد المزدوج في الدفاتر المحاسبية. وبالتالي الآن إيش هي الدفاتر المحاسبية؟ هذه المحاضرة إن شاء الله حنتعرف فيها على الدفاتر المحاسبية، وحنركز على أهم دفترين، وهو دفتر اليومية العام ودفتر الأستاذ العام. طبعا إحنا شباب بس عشان النقطة تكون واضحة، وهذا موضوع لسه إحنا مش حنحكي فيه تفصيلا حاليا، لكن إحنا نتحدث ضمن طريقة من طرق المحاسب وهي الطريقة الإيطالية. طبعا الطريقة الإيطالية بتستخدم دفترين، وهو فقط دفتر اليومية العام ودفتر الأستاذ العام. يبقى إحنا وين حنسجل؟ حنسجل في الدفاتر المحاسبية. طيب أستاذ الدفاتر زي دفاترنا، زي دفتر أبو الأربعين ودفتر أبو الستين. هو الدفتر هو دفتر، بمعنى دفتر يكتب فيه بخط اليد، بخط اليد شكله وحجمه كبير. اكيد اذا بعضكم في المدارس كنت تشوفوا كشوفات الحضور والغياب الورقيه تاعت زمان، السجل الكبير هذا، تمام، ورق اي 4 تقريبا مسطر. هذا هو الدفتر وضعه التقليدي، لكن حاليا هذا الكلام مش موجود في الشركات. يعني معظم، او بديش اقول كل الشركات، لان تحولت الى الانظمه المحاسبيه الالكترونيه. اصبح في عندنا برنامج الاصيل، برنامج القمه، برنامج السحري، برنامج الامين، في برامج ايضا عالميه زي برنامج الكود بوكس وبرامج زوهو وما الى ذلك من هذه البرامج. فاصبحت الدفاتر هي دفاتر الكترونيه مش دفاتر ورقيه. الان حنتعرف ان شاء الله في المحاضره هذه على ايش المقصود بالدفاتر، ايش يعني دفتر المحاسبه، انواع هذه الدفاتر، منها ما هو دفتر الزامي ومنها ما هو دفتر غير الزامي. هنتعرف على انه في عندنا دفاتر محاسبيه احصائيه، تمام، وحنركز في هذه المحاضره ان شاء الله على دفتر اليوميه العام ودفتر الاستاذ العام، تمام، بسموهم الجنرال الجورنال ليجر او الجورنال والليجر، تمام، الجنرال جورنال والجنرال ليجر، اليوميه العام والاستاذ العام، تمام. لأن ما المقصود بالدفاتر المحاسبية؟ ممتاز. إيش يعني الدفاتر المحاسبية؟ الدفاتر المحاسبية أول نقطة هي أهم عناصر أو أهم عنصر من عناصر نظام المحاسبة. إحنا قلنا نظام المحاسبة في مستندات، في دفاتر، في تقارير، في محاسبين وموظفين، في مبادئ وقواعد، تمام. فهذه أحد الأهم، وإذا أنا بدي أحلل وأكتب وأعتمد على الذاكرة حأنسى، فلازم أوثق، لازم أسجل، تمام. يسجل في الدفاتر العمليات المالية، بها احنا بنحصر شغلنا وين؟ في العمليات المالية، تمام. طب بشكل اسبوعي، بشكل شهري؟ لا، بشكل يومي من واقع المستندات، يعني نسجل يوم بيوم، تمام، دقيقة بدقيقة، حتى ساعة بساعة. أي عملية مالية بتتم تسجيلها مباشرة وفق المستند الموجود عندك. أنواعها كثيرة، تمام، هذه الدفاتر، لكن احنا حنركز على منها ما هو قانوني ومنها ما هو غير قانوني، حنشوفه إن شاء الله. وهي عبارة عن سجل تاريخي للعمليات المالية، بمعنى هي تعتبر مرجع. إذا المحاسب صار على الإجراءات العلمية في التسجيل هي مرجع، تمام؟ لو صار في خطأ، لو نسينا، فيها مرجع. ويمكن إحنا قلنا قبل هيك، ما ربنا ذكر في القرآن الكريم
وإن تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وإن كتبوه في الدفاتر في الورق، تمام، فهي سجل تاريخ للعمليات، حتى الإنسان لو نسي، لو تلخبط، لو فقدت بعض المستندات، لا، في عندنا سجل تاريخي موجود. في الأصل الدفاتر زي ما حكيت قبل قليل هي دفاتر ورقية، لكن الآن تحولت إلى دفاتر إلكترونية، وخاصة بعد اللي هو استخدام برامج الحاسوب المختلفة. البعض طبعا بيستخدم برامج حاسوب، والبعض بيستخدم برنامج الإكسل، طبعا بنعمل فيه زي نظام برمجة صغير هيك، وبصير يعني كأنه برنامج محاسب. هذه هي الدفاتر المحاسبية، تمام. الآن في عندنا نوعين من الدفاتر، في دفاتر بسموها الدفاتر الإلزامية، تمام، في دفاتر الإلزامية، دفاتر إلزامية، وهذه تقسم لثلاث أقسام، في دفتر اليومية العام، ودفتر الجرد والميزانية، وفي دفتر ملف صور الرسائل الواردة والصادرة. طبعا الشباب هنا احنا هنركز فقط على دفتر اليومية العام. طبعا جرد دفتر الجرد والميزانية هذا زي نظام أرشفة، أنا إيش بعمل محاضر للجرد، إيش بعمل ميزانيات للشركة كل سنة، تمام، هذا بنظام أرشفة، بحفظ فيه هذه المحاضرة بتاعت الجرد، تمام، سواء عملت جرد للخزينة، جرد للبضاعة، جرد للصندوق، وهكذا. في عندي دفتر ثالث هو دفتر صندوق الرسائل الواردة والصادرة، هذا الإخوة اللي بيشتغلوا في العمل المكتبي والإدارة المكتبية والسكرتارية بيعرفوا، بمعنى إنه أي مراسلات، أي مخاطبات تصدر من الشركة أو ترد إليها لازم إحنا نحفظها عندنا صورة منها. إحنا الآن تركيزنا وين؟ في دفتر اليومية العام. الآن في دفاتر عندنا هي الدفاتر المحاسبية غير الإلزامية، بيسموها مرات بين قوسين هي الدفاتر العرفية، وإحنا طبعا الشباب هان مفهوم إن جميعا إنه الدفتر العرفي هو دفتر مهم، دفتر منه فائدة، معنى عرفي إنه تعارف المحاسبين وأهل الاختصاص وأهل علم المحاسبة على أهمية هذا الدفتر، حاجتنا إليه، ضرورتنا إليه، وبالذات إنه بيلبي يعني حاجات مهمة. إحنا الآن الدفاتر المحاسبية عندنا غير الزامية، حنركز على دفتر الأستاذ العام، تمام، في البعض بيستخدم دفاتر للإيرادات والمصاريف، تمام، وفي البعض بيستخدم دفاتر مساعدة أخرى، يعني بالذات لما نستخدم طرق محاسبية، في بعض بيستخدم دفتر مساعد للمبيعات، دفتر مساعد للمشتريات، دفتر للمدينون، دفتر للدائنون، وهكذا. لكن احنا هنركز في محاضرتنا اليوم على دفتر الأستاذ العام، تمام. الآن الدفاتر المحاسبية الإحصائية، يعني هنا ربطنا بين الإحصاء والمحاسبة، تمام، وانتم الان بعضكم بياخذ يمكن وثائق مبادئ الاحصاء او اخذتوا مبادئ الاحصاء، تمام. الان في يا شباب، طبعا هذا الكلام خلينا نقول صار قديم شويه، ليش؟ لانه احنا ندخل عندنا على الخط زي ما حكينا برامج الحاسوب، تمام، وبالتالي انت حتى في الامور الاحصائيه سوف تستخدم سجلات احصائيه الكترونيه، لان في بعض الشركات حجمها كبير، الشركات هذه بتضطر تستخدم دفاتر إحصائية لبعض الجوانب والبنود المحاسبية، زي مشتريات لكل فرع، زي مبيعات للأسواق حسب الأسواق. هذه شباب مش محاسبية، هذه الدفاتر بياناتها محاسبية، أنا بحكي عن مبيعات ومشتريات لها علاقة بالحسابات، مشتريات ومبيعات ورواتب، أنا عندي سجل للرواتب، تمام، كشف للرواتب، الآن كشف الرواتب هو كشف إحصائي، ببين فيه اسم الموظف وبياناته وعدد أفراد أسرته وراتبه الشهري وعلاواته وما إلى ذلك، هذا سجل إحصائي لكنه محاسب. ليش؟ لأنه أنا من خلاله بستقل بيانات وبعمل القيد المحاسب، فهذا دفتر مهم بتستخدمه الشركة. الآن حنبدأ شباب في التعرف على الدفاتر، تمام، التعرف على الدفاتر، وهذا يا شباب موضوع سهل، ويمكن احنا حتى انا بس من باب التسلسل العلمي للمساق واشرح، لكن انا احنا شرحناه ونكتب كيف تعمل قيد وكيف تسجل القيد سهل، فلكن احنا بنشرحه عشان الامور تكون متسلسله بشكل منطقي، وانك فعلا تستوعب وتفهم بشكل يعني علمي. الان دفتر اليوميه العام زي ما حكيت ان انجلش بسموه الجنرال جورنال، جنرال عام جورنال اللي هو يومي، تمام، هو دفتر قانوني ملزم للشركات، يعني قانون الشركات يلزم فيه، قانون الضريبة يلزم فيه، لازم الشركات يكون عندها حسابات نظامية ووسك حساب دفاتر وفق المبادئ
والمعايير المحاسبية المتعارف عليها وما إلى ذلك. فهو دفتر واجب على الشركات أن تمسك هذا الدفتر، سواء كان دفتر ورقي بالطريقة التقليدية القديمة أو دفتر إلكتروني كما هو المعتاد إذا كنا بنستخدم برامج الحاسوب أو البرامج المحاسبية. زي ما حكينا، تسجل في العمليات يوم بيوم. إيش يعني يوم بيوم؟ بمعنى إنه هو ليش سموه دفتر اليومية؟ عشان بنسجل في العمليات يوم بيوم، بمعنى ما ينفعش إن أنا أخلي عمليات بكرة أو عمليات اليوم لبكرة. حتى بالعكس، في بعض عمليات على طول من حد ما تجيك الفاتورة بتدخلها بلحظتها وبتختم على الفاتورة إنه تم التسجيل. فهذه عمليات تسجل يوم بيوم، مهم فيها إنه تكون واضح التاريخ، واضح الفترة الزمنية اللي بتخص أو اللي حدثت فيها هذه العملية. بتتم حسب تسلسل حدوثها التاريخي، تمام؟ ودفتر اليومية العام من اسمه يا شباب هو دفتر عام يسجل فيه جميع عمليات الشركة، تمام؟ في البعض، في بعض الطرق المحاسبية بيعمل دفتر للنقدية، يعني بس للكاش، دفتر للمبيعات. لكن احنا بنقول انه هذا دفتر يومي يا عم. ايش يعني دفتر؟ يعني مسجل فيه جميع عمليات الشركة، يعني الشركة باعت، الشركة اشترت، رأس مال، مصاريف، رواتب، ايرادات، كله بتسجل وين؟ في دفتر اليومية العام، تمام. طب يا استاذ كيف شكل دفتر اليومية العام؟ ممتاز، هاي يا شباب نموذج لدفتر اليومية العام، هذا نموذج لدفتر اليومية العام. تمام، فكرته بسيطة، بسيطة جدا، فكرته بسيطة جدا. أنا عندي هان المبالغ المدينة، تمام، المبالغ المدينة، في عندي هان المبالغ الدائنة. إيش يعني المبالغ المدينة مبالغ دائنة؟ يعني منه مبالغ مدينة وله مبالغ دائنة. في عندي هان البيان، تمام، البيان، بيان العملية المالية. في عندي هان رقم القيد، يعني رقم القيد رقم 1 2 3 4، ممكن يكون عندي 1000 قيد، 1500 قيد، فبكون في عندي رقم متسلسل للقيد. رقم المستند، إيش يعني رقم المستند شباب؟ أنا يا شباب هان عن سجلت عملية بيع بضاعة، عدنا حنشوف. طب قديش رقم الفاتورة؟ أنت مسجل عملية قبض، قديش رقم إيصال القبض؟ أنت مسجل عملية إن فيه لك شيك وارد، قديش رقم الشيك؟ تمام، هذا بدون حق. وفي عندي صفحة الأستاذ، أي أستاذ يعني قصده عني أنا؟ لا، فنحن قلنا في عندنا دفتر اسمه دفتر الأستاذ العام. وبالتالي هذه العملية بتنقل من دفتر اليومية بعد ما نسجلها إلى دفتر الأستاذ العام بطريقة احنا بنسميها عملية الترحيل، تمام، إجراء اسمه الترحيل، بسموه البوستنج، حناخدها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. فأنا القيد هذا أو هذه العملية اللي سجلت في دفتر اليومية برحلها لدفتر الأستاذ، فبكتب وين أو في أي صفحة الحطت في دفتر الأستاذ، صفحة رقم 7، رقم 17، رقم 25، وبحطها تاريخ العملية المالية، هذه مهمة، مهمة جدا، تمام؟ فتاريخ العملية المالية، هذا نموذج دفتر اليومية. نشوف كيف يسجل، تمام؟ يعني خلينا أعمل لك عملية تطبيقية يعني نشوفها مع بعض. خليني بس استخدم القلم، هاي القلم. مثلا انا والله مثلا بدي اقول انه الشركه مثلا خلينا نقول اشترت حواسيب ب 500 دينار نقدا. باجي بقول العمليه هان، تمام، شو بقول؟ الحواسيب، يعني شاري حواسيب، هاي الحواسيب. هو يا استاذ قصدك من حساب؟ اه يا استاذ من حساب، لو ما كتبتهاش بمشي الحال. قديش المبلغ؟ مبلغ مدين في المدينة، بكتب هان 500 دينار. هاي، طب ليش هالخانتين هان 500 دينار؟ تمام، عشان لو في عندك هان، لو في كسور، لو في عندنا كسور، تمام. ما فيش كسور. طيب ايش رقم القيد؟ والله بكتب رقم القيد مثلا 2. رقم المستند، والله رقم المستند مثلا 1 1 7 مثلا. صفحة الأستاذ بكتب رقم الصفحة مثلا والله 13 مثلا. التاريخ، تاريخ العملية هذه مثلا في 5 11 وهكذا. من حساب الحواسيب لمين؟ أنا شاري نقدا، بقول إلى حساب، لحساب الصندوق. بس لو ما كتبناش إلى حساب بيمشي الحال؟ بيمشي الحال، لأنه أنت موضح الرقم تاعك وين؟ انه هان في الدائن هاي 500. في
في قصور يعني 500.5 مثلا، 500.7 عاد حط سلاش تمام. هاي عندي القيد وبكتب هاي الشراء، الشراء حواسيب بس. هاي العملية وهيك أنا بسجل في الأبطال اليومية يا شباب. بتمنى تكون الأمور سهلة. نشوف الصورة هذه، هاي نفس الدفتر تمام، قال لك رقم القيد، رقم المستند، رقم صفحة دفتر الأستاذ، وهي التاريخ. هي عجيب لك مجموعة عمليات تمام. هاي مدين ودائن من حساب الخزينة لرأس المال، ايش هو؟ لتقديم رأس المال نقدا، ممتاز. اي 10,000، 100,000، 100,000، رقم القيد رقم واحد، رقم المستند والتاريخ واحد واحد. طيب من حساب مشتريات لحساب الخزينة شراء بضاعة نقدا. طيب استاذ، اذا كنت قلنا من حساب بضاعة صحيح، هيك صح يا استاذ، هذا حناخذها لقدام، لكن احنا خلينا بس ناخذ فكرة كيف بنسجل في الدفتر اليومي. 20,000، 20,000، رقم القيد 2، 1، 2، 5، 1، التاريخ. طيب من حساب المشتريات للمورد ايمن، من حساب مورد ايمن لاوراق دفع، من حساب عميل خالد للمبيعات، من حساب مرتبات للخزينة، يعني هي قيد مثل الرواتب 5,000، 5,000 في المدينة، 5,000 والدائن 5,000 من المرتبات للخزينة، دفع مرتبات شهر يناير نقدا. ايش رقم القيد؟ رقمه 6. ايش تاريخه؟ 31/1. هذا هو دفتر اليومية العام وكيف بنسجل فيه. لازم الشباب تنتبه لنقطة، وين تحط المبلغ المدين، وين تحط المبلغ الدائن. موضوع البيان يكون واضح، انت ايش بتسجل. رقم القيد مهم، رقم المستند مهم. طبعا اخذنا القيد في نظام المحاسبة المحوسب، بنعمل بشكل الكتروني وبياخذ رقم بشكل الكتروني تمام. بدنا نكون بس يعني فاهمين كيف نتعامل مع هذا الجدول وندخل العمليات عليه. الموضوع بسيط جدا، انت بس بتاخذ القيد اللي انت فاهمه واللي انت عارفه واللي انت يعني حللته وسجلته وبتحطه بهذا الشكل في دفتر اليومية العام. الدفتر الثاني المهم عندنا في المحاضرة هذه وبشكل عام في علم المحاسب هو دفتر الأستاذ العام، يسموه الجنرال ليدجر تمام، الجنرال ليدجر. الآن دفتر الأستاذ العام هو دفتر غير إلزامي. إيش يعني غير إلزامي؟ يعني عرفي، يعني القانون ما ألزم الشركات فيه، لكن تعارف المحاسبين من مختلف أنحاء العالم على أهمية هذا الدفتر والحاجة الماسة له تمام. فبالتالي صار كأنه إلزامي، هو مهم جدا في العمل المحاسب وفي النظام المحاسبي تمام. لأنه إحنا إذا متذكرين شباب كنا نقول إنه المحاسب هو عبارة عن علم اجتماعي يعتمد على مجموعة من المبادئ والأسس والنظريات التي تستخدم في تحليل تحليل اخذناه، تسجيل اخذناه، وتبويب. وين اساس بيصير التبويب؟ في دفتر الاستاذ العام. وين بيصير الترصيد؟ ترصيد الحساب عشان تعرف قديش قيمه الحساب والرصيد وقديش القيمه اللي فيه، في دفتر الاستاذ العام. فهو مهم جدا في العمل المحاسب، يهدف الى تبويب الحسابات. ايش يعني تبويب الحسابات؟ انه انا اضع حساب او صفحه لكل حساب، هذه صفحه فيها كل عمليات المبيعات، الصفحه اللي بعديها فيها كل عمليات المشتريات، الصفحة اللي بعديها فيها كل عمليات الصندوق، الصفحة اللي بعديها فيها كل عمليات الرواتب تمام. هذا المقصود بالتبويب تمام. التبويب طريقة عرض الشغلات المتشابهة في حساب أو في صفحة واحدة، يخصص الصفحة من الدفتر لكل حساب. وبيساعدني غير التبويب إنه أنا برصد الحساب عشان أعرف والله قديش مبيعاتي طول السنة، كم مشترياتي طول السنة، قديش أنا صارف رواتب طول السنة، قديش أنا دافع مصاريف هاتف طول السنة تمام. فهذا هو دفتر الاستاذ العام. طب استاذ كيف شكله؟ هاي شكله يا شباب، دفتر الاستاذ العام زي ما حكينا قبل شويه، هو دفتر بوضح فيه المبلغ، بوضح فيه المبلغ تمام، البيان، رقم صفحة دفتر اليومية اللي سجل فيها القيد والتاريخ تمام. فيها طبعا من هو هذا الحساب، يكون مكتوب هذا الحساب فوق. ايش الحساب؟ والله هذا مثلا حساب الصندوق، هذه بالصفحة للصندوق، حساب المبيعات، حساب رأس المال. يا شباب هاي كل حساب بنعمل له صفحة زي هذه بنكتبها حساب الصندوق، حساب مبيعات، حساب مشتريات، منه وله، وبنقسمها نصين، في عندي مبلغ، بيان، رقم صفحة يومية، تاريخ، يعني مبلغ العملية، بيانها، رقم صفحة اليومية. هذا القيد
انت ناقله من وين؟ انا ناقله من دفتر اليوميه زي ما حكينا قبل شوي من خلال الترحيل، بقول لك في اي صفحه بالضبط وتاريخ العمليه. بالجانب الثاني، بالجانب الدائن اللي هو له، قال بنعمل نصين منه وله، تمام، هم مالين دائن، مبلغ، بيان، رقم صفحه يوميه، تاريخ. في قيود حتنحطها وفي قيود حتنحطها حسب ايه؟ حسب العمليه الماليه اللي عندي. طبعا يا شباب حناخذ ان شاء الله، حناخذ ان شاء الله كيف نعمل هذه العمليه. الان بعضكم بيقول لي طب يعني راح حلنا عمليه، حاضر تمام، بس خلينا امحى عن الالوان هذا عشان اقدر اكتب. تمام، هذا بدي افترض شباب انه انا عندي هان حساب، حساب اسمه حساب الحواسيب، مظبوط، اللي توشلناها قبل شوي، هذا هاي حساب الحواسيب. قد ايش شغلنا يا شباب؟ 500 حواسيب. طيب بس حساب الصندوق بده صفحه لحال. هاي حساب يا شباب، حساب الحواسيب، تمام؟ باجي بقول القيد ايش كان يقول؟ طبعا انا هشرح الموضوع هذا لقدام في محاضره لموضوع الترحيل، لكن القيد كنا نقول من الحواسيب الى الصندوق، فانت انتبه، من هاي، من هاي كلمه من، من الحواسيب، من الحواسيب، من هاي، من الحواسيب. طب اكمل القيد، انا طالما اخوانا قلت من الحواسيب بدي اكمل القيد في المنطقه هذه الى مين؟ الى حساب الصندوق، الى حساب الصندوق. كم المبلغ؟ المبلغ 500، ممتاز. طب رقم القيد بقى، رقم صفحه اليوميه والله مثلا رقم 12 مثلا. طب تاريخ العمليه والله مثلا 5/1، وهكذا. من الحواسيب الى الصندوق، من الحواسيب الى الصندوق، من حساب الحواسيب هيو الى حساب الصندوق. قديش المبلغ؟ 500. هذه هي عمليه الترحيل، وحناخذ ان شاء الله فيها محاضره يعني بشكل مفصل في المحاضرات القادمه. تمام، في شباب دفتر اسمه دفتر الاستاذ العام، بس هو بسموه ذو رصيد متحرك. كيف يعني ذو رصيد متحرك؟ يعني بعد كل عمليه ماليه بتتم بيعطيك الرصيد. طيب استاذ اللي قبله ايش بيختلف يعني؟ لا، اللي قبله لازم انت بعد، انت في اللحظه اللي بدك اياها بعد مجموعه من العمليات بترصد لحالك، بس مش بعد كل عمليه بيعطيك رصيد. لكن في دفتر الاستاذ الرصيد المتحرك بعد كل عمليه ايش بيعطيك؟ الرصيد. يعني مثلا الصندوق حطينا فيه 500، طب ايش؟ طيب بعدين حطينا فيه 700، اقول لك الرصيد صار 700. طب حطينا فيه كمان 300، بقول لك الرصيد صار على طول 1000. لكن في هذاك، في طريقة الدفتر الأستاذ العام العادي، لازم أنت تدخل وترصد الحساب مرة ثانية. تمام، هذا اسمه يعني الرصيد أو دفتر الأستاذ ذو الرصيد المتحرك. يعني بتمنى إنه تكون إحنا هيك تعرفنا على الدفاتر المحاسبية، بالذات دفتر اليومية ودفتر الأستاذ. وإن شاء الله في المحاضرات القادمة هنتعرف على يعني كيف احنا فعلا بنستخدم الدفتر. احنا طبعا اخذنا مثال على موضوع التسجيل، حناخذ كمان مثال على موضوع تسجيل العمليات، وايضا نتعرف على كيف تعمل انت تسجيل في دفتر الاستاذ اللي هو الترحيل، وحنتعرف ايضا على مصطلحات جديده وهي موضوع الترصيد واعاده فتح الحساب. بشكركم لحسن استماعكم، بتمنى انه تطلعوا كويس على موضوع الدفاتر، تركزوا فيها. العمليات اللي اخذناها في المثال السابق يا شباب اللي هو شرحنا فيه كيف الحل المستدر وعملنا قيود محاسبيه، يا ريت تسطروا في دفتر عندك هيك، دفتر اليوميه بالشكل اللي تو احنا عرضناه. خلينا نرجع له على السريع تشوفوه، هذا هو دفتر اليوميه، تمام، وهذا هو الدفتر، وتسجلوا العمليات فيه. وافترض انت تواريخ من عندك، لكن رقم لي القيود، هي دفتر اليوميه، تمام، وزي ما انا سويت تيجي بتقول العمليه هان بالمبالغ مدين ودائن، تمام، البيان بتحطه، بتحط رقم القيد، سيبك من رقم المستند ورقم صفحة الأستاذ، حط للتاريخ، افترض التاريخ أنت من عندك. تمام، في الختام مرة ثانية بشكركم، شكرا جزيلا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.